سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها قدرنا، وصل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها أمراضنا، وصل على سيدنا محمد صلاة ترحم بها أمواتنا، وصل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم من سئل يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ساحة القرآن الكريم تكريما لراحل كريم رحل عن عالمنا وعن دنيانا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، ويحضر معنا هذا العزاء قارئين جليلين من قراء وعلماء وسفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، وفضيلة القارئ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وقارئ الخطباء وخطيب القراء. ونحن في ضيافة فضيلة القارئ الشيخ محمود العسوي القارئ والمقيم بقرية ميت مسعود. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، يتلو علينا ما يتيسر من آيات الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم، وما نرى
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
ودفع الظلم
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شركاء الجن
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالي عما يشركون بديع السماوات والأرض وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض Oh,
تكن له صاحبة. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لا تدرك الأبصار
وهو يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم. قد قد أكون بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسي ومن عمي فعليها. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، وذلك عبر الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني للفراش الحديث الكبرى، فراشة وكهرباء الحاج فتحي القارح وأولاده، عمالقة الفراشة بمحافظة المنوفية، والمقيمين بمدينة منوف بمحافظة المنوفية،
والشكر موصول ايضا لمصورين العزاء البشمهندس محمود طعيمة والبشمهندس تامر عباس والبشمهندس عبد الرحمن حجازي، والشكر موصول للخدمات الفندقية المتنقلة عبر قرى ومراكز محافظة المنوفية، وفيه الزهور إدارة عاطف ربيع ومحمود طلعت المقيمان بمدينة شبين الكوب، أبناء الراحل الكريم وعنهم الأستاذ سامح كمال، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا وواساهم وقدم لهم واجب العزاء.